مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب وهي جوية مستقرة مقارنة بنهار اليوم، وهذا بالنسبة ليوم الغد بإذن الله. إذن الأجواء ستكون من مشمسة إلى مغشى جزئيا، هذا على كل سواحل. خلايا رعدية منعزلة ستميز خلال الظهيرة المناطق الداخلية الغربية والوسطى، تكون أكثر نشاط نحو منطقة الأوراس حيث احتمال أمطار رعدية محلية. نفس الوضع بالنسبة لشمال الصحراء. خلايا رعدية منعزلة أيضا ستخص مناطق الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي. دائما لما نقول رعود احتمال أمطار محلية. بالنسبة لأقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار وتاسيلي، الأجواء ستكون مشمسة تماما مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستكون مرتفعة تفوق 20 درجة بكل المناطق الشمالية، لتقارب 30 درجة على مقياس بمسيلة وبوسعادة. أما جنوبا 23 درجة منتظرة بمرتفعات تمن راس، 28 درجة منتظرة بشمال الصحراء والصورة، بينما تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة بأقصى الجنوب لغاية الصحراء الوسطى، لترتفع لغاية 33 درجة ببسكرة والواد. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية خاصة بمسيلة وبوسعادة، ستقارب 41 درجة، في حدود 38 درجة بغليزر معسكر وباتنا. أما على السواحل ستتراوح ما بين 31 درجة بسواحل الشرقية إلى غاية 34 درجة بسواحل الغربية، مرورا ب 33 درجة بسواحل الوسطى. أما جنوبا 35 درجة منتظرة بالنسبة لثمان راس، 37 درجة بجانت، تتراوح ما بين 40 إلى غاية 44 درجة بكافة مناطق الجنوب الكبير على مقياس ببسكرة بأدرار تندوف أو عفوا برج بجي مختار وإن سلح ب 44 درجة. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل، وهذا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات. بالنسبة لبعض عواصم شمال قارة أمريكا، الأجواء ستكون مشمسة على أغلب العواصم. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس صباحات الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و25 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و4 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان.